ايضا يا مرهان، يعني بشكل عام منتخب السودان واحد من المنتخبات العربيه الافريقيه اللي بتشارك في بطوله كاس الامم الافريقيه. كنا تابعنا في البطوله العربيه المنتخب السوداني ما ظهرش بالشكل الجيد، يعني تعرض الى بعض الهزائم، تعرض الى الهزيمه امام المنتخب الجزائري في المباراه الافتتاحيه 4 اهداف، بعد كده منيا بالهزيمه من منتخبنا الوطني المصري ب5 اهداف، وكمان خسر في المباراه الثالثه امام المنتخب اللبناني بهدف مقابل لا شيء، عشان يكون في تحرك سريع من اتحاد كره القدم في السودان باقاله المدرب الفرنسي فيلود وتعيين المدير الفني الجديد برهان تيا اللي عنده درايه كبيره جدا بالمنتخب السوداني. والتغييرات الفنية دي كان ليها دلائل كتيرة جدا في المباراة الأولى. المنتخب السوداني بيظهر بشكل جيد، بيتعادل سلبيا أمام منتخب غينيا بيساو عشان يكون عنده نقطة، ولا يزال عنده الأمل في تقديم مباريات جيدة سواء أمام المنتخب النيجيري أو أمام منتخبنا الوطني المصري. ولكن خليني أقول لحضراتكم إن تيا كان ليه بعض التصريحات الهامة في المؤتمر الصحفي، كان أبرزها على الإطلاق إن المنتخب السوداني ما عندوش أي لاعب أو ما بيفقدش أي لاعب بسبب الإصابة بفيروس كورونا، وإن المنتخب بشكل عام متكامل في هذه المباراة، بيغيب عنهم فقط واحد من النجوم الهدافين وهو اللاعب محمد عبد الرحمن. بشكل عام باقي الفريق جاهز بشكل جيد. وعن هذه المباراة قال ان هو درس المنتخب النيجيري جيدا في مباراته امام منتخب مصر وقدم مباراة كبيرة، ولكن الخروج بالنتيجة الإيجابية امام المنتخب المصري، قصده طبعا على المنتخب النيجيري، ان هو اثر بشكل كبير جدا في موقف هذه المجموعة. قال ايضا ان هو عد الفريق بشكل جيد وقادرون على تقديم مباراة جيدة وتحقيق نتيجة إيجابية هتدعم استمرارهم في هذه البطولة، ولكن الأهم إن هم هيقاتلوا أمام نيجيريا في مباراة اليوم.